أعظم نفسي الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمته، فهوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس، ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. لوقا 1:46-54. هل ممكن تشرح لنا كلمات ترنيمة العذراء مريم؟ من أروع الترانيم في كل العهد الجديد ترنيمة العذراء القديسة مريم، بل أقول الصدق إن من أروع الشخصيات النسائية في كل الكتاب وفي كل التاريخ العذراء القديسة مريم. وبصدق لما أقف قدام الترنيمة اللي رنمتها العذراء القديسة مريم أول ما دخلت عند أليصابات، أقول الترنيمة دي ملخص لكل ترانيم العهد القديم، بل لكل المزامير في العهد القديم، يخليك واقف قدام شخصية غاية في الجمال، مش بس جمال الشكل الخارجي، لكن جمال القلب، جمال الفكر، جمال الإيمان. ما أعظمها شخصية في كل الكتاب المقدس. أدعوك بس تقعد كده تتأمل في الكلمات اللي بتقولها، وأنا هقف قدام بعض الكلمات. أول ما دخلت يقول: فقالت مريم: تعظم نفسي الرب، الرب يهوى، تبتهج روحي بالله إلهيم مخلصي. خد بالك من الكلمات ومن أسماء الله وصفات الله وأعمال الله. تكمل وتقول: لأنه نظر إلى اتضاع أمته. شايف نفسها إيه؟ شايف نفسها أمة الرب. ده أمة يعني جارية. أنت عارف لما تقول أمة الرب، الأمة في الوقت ده العبد كان بيباع ويشترى، يا الواحد يروح السوق يشتري أمة أو يشتري عبد، ولما يشتريه يبقى ملكه الشخصي، إن قتله ما يدفعش فيه أي شيء، يبيعه في أي وقت، يستخدمه بلا حساب، ليل نهار خدامه. فتقول أنا أمة الرب، أنا ملك الرب، أنا طوع أمر الرب، أنا رهن إشارة الرب. وبعدين تكملت ليه: هو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني وتستحق. تكمل وتقولي: لأن القدير إيل شداي صنع بي عظائم، اسمه قدوس، رحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه، صنع قوة بذراعه، شتت المستكبرين بفكر قلوبهم، أنزل الأعزاء عن الكراسي، رفع المتضعين، أشبع الجياع خيرات، صرف الأغنياء فارغين. إيه الجمال ده؟ علشان ما طولش عليكم، يكفينا أقولك إنها رنمت رغم المستقبل المجهول. تقول يعني إيه المستقبل المجهول؟ عارف لما جت لها البشارة؟ اقرأ لوقا 1: ظهر للملاك وقال لها: ها أنت ستحبلين تلدين ابنا يدعى اسمه يسوع. خد بالك، أول ما جت لها البشارة راحت عند أليصابات. طب المسافة تاخد قد إيه ومفيش قطر ولا عربية ولا ميكروباص ولا أي شيء؟ ركبت الحمار وراحت. هل تاخد أسبوع سفر؟ يمكن، وأسبوع عودة. وقعدت عند أليصابات كام؟ 3 شهور. يعني رجعت ما شاء الله لخطيبها يوسف وبطنها كده. طب مجتمعنا الشرقي لو واحد شاف خطيبته حامل يعمل فيها إيه؟ بالتأكيد هيقتلها. لكن مريم مش خايفة، مليانة سلام، مليانة طمأنينة، ومال تسبح وترنم. عارف ليه؟ لأنها صدقت الملاك اللي بشرها. لأن قالها لما تقرأ البشارة كده يقول لها: لا تخافي يا مريم، لأنك وجدت نعمة عند الله، ها أنت ستحبلين تلدين ابنا تسمينه يسوع، هذا يكون عظيما. إيه ده؟ إيه الكلام؟ صدقت كل كلمة، رنمت بقول تاني رغم المستقبل المجهول. تيجي معايا وتسبح الرب مهما كان اللي انت منتظرك او منتظره، وتقول له: انا متأكد يا رب مش هتسيبني، مش هتتخلى عني، هتتمم وعودك ليا، اتمنى لك تعيش
في سلام وأمان وطمأنينة دائمة.